المونديال لطالما كان عرساً عالمياً في الإنسانية والسياحة قبل كرة القدم، فالأمر لا يتوقف عند الملاعب الضخمة والفخمة كما تتباهى إمارة الإرهاب. تحديات جمة وضعت خطط مونديال 2022 أمام إعصار من التحديات، بدأت بفساد ورشاو بملايين الدولارات لنيل شرف التنظيم، مروراً بالظروف والضغوط القاسية والانتهاكات بحق العمال لإنهاء استعدادات الاستضافة. هناك أكثر من 1,700,000 وافد يعيشون في مخيمات ومعسكرات غير آدمية. تكابر الدوحة بقدراتها على توسيع البطولة لتضم 48 منتخباً رغم معاناة بنيتها التحتية. فهل يتحول التحدي إلى كابوس ينتهي بموت آلاف العمال؟ التحدي الأكبر والأخطر سيكون في استضافة أكثر من 1.5 مليون مشجع، فمحدودية فنادق الإقامة وأماكن الترفيه تشكل عبئاً كبيراً على مساحة دولة قطر. لذلك سيكون العالم على موعد مع مونديال الأزمات والأوقات الصعبة في 2022.